يا سلام. تحدثت عن إقامة دورات ودورات صحيح. خارجية أحتاج هذا معناته أنه في إمكانيات كبيرة لفريق غوث. ما هي نوع الدورات أولا؟ وعندما نتحدث عن إقامة دورات ودورات خارجية وانتقال الفريق من منطقة إلى منطقة نتحدث عن إمكانات عالية، نتحدث عن وجود شركاء أو داعمين لهذا الفريق. طبعا أخي محمد، يعني أنا ممكن أجيب لك على هذا السؤال، لكن للأسف أن هذا الفريق اللي عمره الآن 6 سنوات وحقق أكثر من 12 إنجاز هو بنفسه مع المشاركة، هو من عثر على المفقود أو هو من أنقذ هذا، بالإضافة إلى أكثر من 32 مشاركة مع الجهات الأمنية والجهات الفردية. فيما يخص التدريب، أتوقع الجهتين فقط هي التي تطوعت لتدريب فريق غوث. الجهة الأولى وهي مدرسة الأرض والفضاء للطيران، مشكورة من البدايات، وهي من المدارس المعتنية بالطيران الخفيف، وبهذا المناسبة أشكر الكابتن فهد الزكري المدير التنفيذي، فهي أتاحت الفرص لجميع الدورات الخاصة بالطيران الشراعي بل والطيران الخفيف. أما في الاحترافية في الإنقاذ، سواء في الحرائق، سواء في إخلاء الطائرات الساقطة في الماء، حرائق الطائرات، سواء حتى الإخلاء في الأماكن الضيقة، الآبار، كذلك النزول بالحبال، إلى المواد الخطيرة، تحليل المخاطر، فهي الأكاديمية التخصصية للتدريب بقطر دقيقة. هذه كلها جاتنا منح مفتوحة إلى الآن من الأكاديمية التخصصية بقطر، وما زلنا نرسل الأعضاء الجدد لأخذ هذه الدورات الاحترافية. لذلك أما ما ندرب حنا، فطبعا منظمة بادي الأمريكية في الغوص لها فروع هنا، فأخذنا عندنا الآن 5 مدربين من بادي، عندنا 4 دايف ماستر اللي هو مرشد غوص، البقية كلهم أقل مستوى اللي هو ريسكيو اللي هو منقذ. كذلك من الإي إف آر الأمريكية في الإسعافات الأولية عندنا 3 مدربين محترفين، والبقية كلهم مسعفين، الحد الأدنى يكون مسعف. ما يخص أيضا في دورات الطيران، فحرصنا أن يكون عندنا العدد الكافي، لأن عمليات البحث بالطيران موفرة للوقت والجهد. يعني تخيل إذا ارتفعت 500 قدم تكشف 3 كيلو 3 كيلو، خاصة إذا كان سيارة مو بفرد، لأنك قد ترى بياضها خاصة في النهار، وإذا كان فيه إضاءة في الليل انعكاساتها. فرأينا أن هذه الأمور مجدية جدا، وما زلنا حنا أنا في أستغل هذه الفرصة أني أدعو الجهات الأهلية بتلمس مثل هذه الفرق ودعمها، خاصة لأنها تقوم بدور إنساني عظيم.